السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي اخواتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا لاباس وبخير. تحياتي لكامل الجزائريين وكامل متابعي قناة ابن عربي. إن كنت أول مرة تشاهد الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا تعمقت على الفيديو بزر اللايك. غادي نخليكم في هذا الفيديو مع كيفية تحضير الكسكس الأمازيغي الجزائري بالطريقة البجاوية وبعض المقتطفات القصيرة. نخليكم مع هذا الفيديو، ودرتو غير باش نتمنى لكم الصحة والعافية، وربي يحفظنا من هذا الشيء اللي يمر به العالم ككل، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. وتحية كبيرة لكل طاقم الحكومة القائمين على والصاهرين على حفظ أمان وصحة البلاد والمواطنين، صحة الوطن والمواطنين. وتحية كبيرة لخوتنا المغاربة وخوتنا التوانسة والليبيين وكل المغرب العربي اللي يمارو، وتحية كتير كبيرة لكل العالم العربي. شكرا لكم، وهانتوما مع لا فيديو. الفيديو في آخر الفيديو نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة لهذا الفيديو. نتمنى يكون الكسكس الأمازيغي الجزائري على الطريقة البجوية يكون عجبكم. هذا الكسكس طريقة التحضير الشرق الجزائري، تحديدا في ولاية بجاية، وهو كسكس تقليدي جزائري أمازيغي أصيل. نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم، وبالصحة ولهنا، وشكرا لكم وإلى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، ولايك ديسلايك. شكرا لكم وإلى اللقاء.